سو اكسترنال اوتيتس، وما بحب ازيف لكم الواقع بصراحه. Things happen naturally, like it used to be. أصدقائي رجعت هلا من الجيم، بصور بالموبايل لأنه بطارية الكاميرا تبعي ضعيفة، ما بعرف هل لازم أطلع هون أو هون، تقريبا هون. هلا والله أصدقاء، استنوني بس. اليوم رحت الجيم متأخر صراحة لأني طولت في النوم تبعي، فرحت بعد الإفطار. لما بروح بعد الإفطار ما بخلص كل الورك أوت تبعي، لأنه بكل بساطة هون الإفطار عنا الساعة 7:47، فبخلص يمكن شي ساعة، بروح بعد الإفطار بساعة، فبوصل هناك 48 دقيقة، والجيم يسكر ساعة. رح أخذ هالوايت بروتين تبعي وأروح أسوي كلوتينج ورك أوت، لأني أنا خلصت كارديو، سويت تقريبا 30 دقيقة كارديو وويت ليفتينج. تعرفوا إنه تك 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 هيك بسرعة، فحاسة حالي كثير تعبانة لأنه ما أخذتش نفس، لأنه كان بدي أخلص كل الورك أوت تبعي. سو بحب أقولكم إنه هاليوم هاد مش دايما ايام تكون نفس الشيء، في ايام تكون مختلفه، في ايام يكون فيها اكثر حركيه. مثلا امبارح حط لكم هون صور، كنت مثلا ما رحتش الجيم، قضيتها انه عزومه وهيك، راح احط لكم هيك بعض الصور مع الدكاتره تبعي في قسم نسيت لكم انه انا وجماعه انا والدكاتره تبعي في قسم الاطفال صرنا اصدقاء، صاروا اصدقائي، انه هني نفسهم صاروا بيقولي عش تقولي دكتور، لانه اصلا سنهم قريب من سني، عرفت سنهم قريب من سننا، صغار في السن يعني كلهم في العشرينات. هاي المعاملة هاي بيعملوها لإلنا إحنا بس البنات، إنه أنا وزميلات الاثنين. فحبيت إنه أقولكم إنه هذا مش روتيني 100% على حسب كل يوم كيف يتغير، ولكن في ثوابت. يعني مثلا الجيم عندي سكادجول بمشي عليه، إذا يعني يوم الاثنين مثلا في عندي جيم، يعني في عندي جيم مهما كان، حتى لو بعد الإفطار ومش رح خلص كل الورك أوت تبعي لازم أروح، لإني بؤمن وقليل دائم خير من كثير غير دائم. والله انا فيني اكون يعني كوتش، لايف كوتش، واي نوت. اخ ميرا ركزي، ميرا لازم هدا وتسكر فمها وتمشي تدرينا. الشقة عندي حرفيا داخلة في الحيط، فانا شايفين بس اخلص التمرين تبعي لازمني اروح انا بقى، لانه اليوم دوري. Oh baby I love your madness, it's so انسان طبيعي. مش قادرة حتى احمل الموبايل، بس خلصنا. اوكي جماعة، هذا هو فطوري المتواضع. صراحة مش دايما اكل هيك، هذا ما يعتبر اكل صحي، بس صديقتي اعطتني الاكل وحرام الصراحة انه هيك يضيع الفاضي انه ارميه، فرح اكله. فاخذت يعني شي قطعة بسيطة واخذت معها لحمة. Come the stars come to shine when it's dark from so far away, show us where we are. What makes the sun go to sleep every night and what's it dreaming of? I wonder. مرحبا اصدقائي، في فتره ما عم اقول لكم اولا اميغوز، عم سامعين صوت المطر؟ لحظه اسكر الشباك وارجع لكم. ام باك، اشتقتولي مش اشتقتولي، بتحبوني ما تحبوني؟
اسفه انه عم نزل هالفيديو هاد يعني تقريبا في اخر رمضان اذا ممكن تستفادوا منه او لا، ولكن حبيت اني لاني كل سنه هيك بصور روتيني في رمضان، فحبيت انه كمان سنه 2022 اصور روتيني لانه مختلف شويه على السنه الماضيه. اصلا هي السنه ما عندي كثير بريشر مقارنه بسنه ثالثه لانها كانت اصعب بكثير. كان بدي احكي لكم شوي على الروتين تبعي، ما بعرف اذا شايفين هناك اللوحه واضحه او مش واضحه. المفيد في اللوحة هناك كاتبة انه من الساعة نص الليل لحد الساعة 6 الصبح، ساعة احيانا it depends الصراحة، بس غالبا ما اتجاوز 6 ساعات في اليوم لانه زي ما حكيت ما عندي كثير ضغط الحمد لله. فاتمرن في الجيم 5 مرات في الاسبوع، ودائما غالبا بتمرن قبل الافطار لبعد الافطار، يعني افطر في الجيم نفسه، يعني اخلص الوايت ليفتنج ورك اوت على طول واشرب واي بروتين وبعدين اكل شيء يطلع لي الجلوكوز، وبعدين اسوي شوي تمرينات ثانيه ممكن احيانا لين ارم ورك اوت ابس ورك اوت او كارديو، وباخذ معي كثير ميه. بس احيانا بحس حالي انه ما عندي طاقه اني انا اروح قبل الافطار فبروح بعد الافطار، وانا هيك يعني ماني من النوع اللي بياكل كثير في وقت الافطار، ففيني اتمرن بعد ساعة من الافطار. هذا بالنسبة للدراسة وللجيم. بالنسبة للنوم تبعي صراحة يعني روتيني كثير مخربط في النوم، بنام بالنهار يعني بعد ما بخلص محاضراتي لحد الساعة قبل الافطار واحيانا بعد الافطار. شوي روتيني يعني مختلف عن بقية العالم، يعني ما بحب انقل لكم صورة غير الواقع انه بس عشان انا بصور فيديو، فبتجمع واسوي ديكوريشن واكل انا ما بطبخ، انا غالبا اكلي بطلبه من برا من مطعم بيسوي اكل حلال، وما بحب ازيف لكم الواقع بصراحة. انا هذا روتيني وبحبكم تعرفوا انه انا ما بتفرق معي الاحتفالات، يعني كثير اكل وطاولة مليانة وما بعرفش ايش، انا ما بفرق معي. اذا في لمة مع اصدقائي راح اتلم وراح انبسط انه في لمة، ما في لمة ابدا ما بيفرق معي، بعرف اعيش لحالي ومستقلة عاطفيا، فهي الاشياء ما بتحزنني، بالعكس انا بحب دايما اكون منشغلة بحالي ومنشغلة بالاهداف اللي انا بدي اسويها يعني وبروتيني اللي يوصلني لاهداف. هذا بالنسبة لروتيني. فيما يتعلق في شيء كان بدي احكي فيه من فترة على الانستغرام، ولكن حسيت انه ليش بحكي فيه في الانستغرام، خليني احكي في اليوتيوب افضل عشان في اليوتيوب يستفادوا منه اكثر ناس، وكثير ناس كانوا حابين اني انا احكي في الموضوع اللي هو موضوع اللي يتعلق بالنوتس. صورت لكم من سنة فيديو بيحكي عن النوتس وكيف ناخذ النوتس، راح تلاقوه هون يطلع لكم هون او بخليهم في الديسكريبشن بوكس تحت. شي منيح انك انت تاخذ نوتس ما بعرفش ايش، وهالشي بيساعدك اكثر لانك عم تسوي زي الملخصات او بتساعد على الفهم. السنة الماضية في سنة ثالثة ما كنت كثير بكتب نوتس، ولكن بكتب ملاحظاتي يعني على المحاضرات تبعي، يعني اطبع المحاضرات تبعي واكتب عليها او اطبع تكست بوك واكتب عليه الملاحظات تبعي او الاشياء الزايدة. هاي السنة كله ورا بعضه كله ورا بعضه، فمكلف جدا انك انت تطبع هالكم الهائل من هدول الاوراق، فصرت بس برجع اني انا اكتب ملاحظاتي في ورقة، فرجعت للنوتس. انا ممكن لو كان عندي الايباد ما كنت ابدا بستعمل النوتس، فصرت اصلا بفكر في فكرة انه انا استثمر في ايباد، ما بعرف ممكن هلا ممكن لما يعني لما اصير انتن ما بعرف، لسه بفكر في الموضوع. بس النقطة اللي لاحظتها في حالي اللي تتعلق بالنوتس، وشاركوني انتو افكاركم عشان انا دايما بشاركم اشياء من تجربتي. لاحظت على حالي انه بكتب نوتس بس عشان احسس حالي انه انا بذاكر، وانا هاي المعلومات هاي مش كثير متشبعة بها او بكون اوكي فهمتها في لحظتها بس مش حفظتها. من اكبر الاغلاط اللي كنت برتكبها انه لما اكتب النوتس زمان مش هلا، انه مثلا بعيد نفس الكلام في المحاضرات، وهالشي طبعا غلط. شوفوا الفيديو اللي كتبته على النوتس رح يفيدكم في انكم ما تكتبوش هالكم الهائل، ولكن حاليا صرت بلاحظ انه بس عشان اراضي ضميري اكتب نوتس، ولاني انا بكره شيء اسمه حفظ فبقول بحفظ بعدين، بينما هالشيء كثير غلط. بس تكتب شيء متعلق مثلا ما بعرف انا تكتب على موضوع معين او جزئيه معينه من الشابتر تبعكم، تمام، خلصوها افهموها واحفظوها بعدين اكتبوها، او
يعني في نفس اللحظة، ما تمرش لفكرة بعدها وانت يعني مش متشبع من هديك الفكرة، او هديك الفكرة ما صارتش في مخك. لازم على طول هديك المعلومة تحفظها وبعدين تمر للبعده، لانه بس تكتبوا ان تخلصوا النوتس تبعكم بحسوا حالكم انكم بدكم كمان مراجعة ثانية، يعني منكم حافظين هالشي، منكم فاهمين، ومنكم متشبعين به 100%. لانه انا لاحظت حالي بس بكتب عشان بس بحس حالي انه انا ذاكرت، وبعدين بس يجي الشيء الرسمي اللي هو عن جد اللي لازم احفظه اتشبع بالمعلومات بصير بتكسل وبطلع هيك في ورقة لا، وبضيع كثير وقت. فعشان تربح وقت اكثر، وخاصة انه في رمضان بحس انه الوقت دايما هيك تك 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 تك, تك ورا بعضه، فحبيت انبه على هاي النصيحة هاي فيما يتعلق بالنوتس والناس اللي تاخذ النوتس. اذا حسيتوا حالكم انكم عم تكذبوا على حالكم، ذكروا حالكم انكم انتوا بالعكس راح تمدوا في المذاكرة تبعكم، بتعذبوا حالكم اكتر اذا انتوا عم تشوفوا المذاكرة انها عذاب وشيء تقيل على القلب، فانتوا كمان بتقلوا على حالكم اكتر بس بتسووا هاي الحركة. هاي الشيء اللي لازم يتسوى لازم يتسوى في لحظته، والشيء اللي لازم ينحفظ لازم ينحفظ في لحظته، عشان ما تكدسوا معلومة ورا معلومة وتجي كثير معلومات كلها وبدكم تحشوها كلها في نفس الوقت. anyway هلا يلا نبلش نذاكر. keep fighting my friend. اذا كنت اول مره بتشوفوني انا مينا المرموره الحلوه الاموره، صديقتكم يا اصدقائي. اشتركوا في القناه وحطوا لايك للفيديو وحبوني في التعليق. بدكم تشوفوا فيديوهات مستقبلا عشان هيك افكر لكم في افكار حلوه. تابعوني على الانستغرام لانه في اخر الشهر رح تشوفوا شيء جديد في الانستغرام وتغير جديد، ف ترقبوا. تابعوني على انستغرام وترقبوا، ما بحب لكم شو رح يصير، بخليها لكم مفاجأة. اوه هلا ليتس جو. خلينا اللمعة في بشرتي، انه سكين كير روتين يا اصدقائي. حاسة حالي اني جايبة المطبخ كله هون. بنصحكم دايما انكم تحطوا قدامكم مية، لانه لما تكونوا بتذاكروا يعني بتنسوا حالكم وتنسوا الوقت وتنسوا انكم تشربوا مية. خاصة انا باخذوا الكرياتين لازمني على الاقل لترين ونص في اليوم، ويا حبذا اذا اكتر. سو فريش يا اخويا يا اخويا، محلى الدوش محلى الشاور، نشاط وقوه وحيويه. ناو ليتس بريبير اور سيلف، الان فلنذهب ونجهز انفسنا الى الدراسه. هيا بنا يا اصدقائي. كرتون، رجاء اي حدا بده شخصيه كرتونيه يتصل علي، انا جاهزه، انا عندي مواهب مخفيه، انا مش طالب طب بس انا هاي كمية المواهب، هاي كعبة المواهب.
also never caught of fashion in this area. And we are going to see that cause and fashion. So external otitis or swimmer's ear, it is an acute infection of the external auditory canal. This is my outfit. لبس البلطو على طول عشان أنا متأخرة، فقلت إنه بكون على الأقل جاهزة. Let's go. هو الحب إيه غير نظرة من عينيه، غير لمسة من إيديه. Bonjour. صباح الخير. Good morning يا عمري الحلو. مش عارفة النشاط هذا من فين جايبته، وأنا نفسي أنام أوريدي ما نمتش. هنا صدق حلمي وبدأ، قالوا عني زمان موهم بيضيع وقت. لا يوم سلم ولا استسلم، ووقعت وقمت وامبارح غير دلوقت. هنا قلبي من جوا ده اللي بيديني القوة، في طريقي مشيت واديني ثبات. من هنا قررت بعد ما فكرت امشي عالصعب، وعرفت انا لما كبرت ان اللي تفكر فيه ازمة كان خوفك منه ملوش لازمة، واديك عالصعب قدرت. واللي زمان ضحكوا عليك سفهم دلوقتي بيداروك سفهم، امرهنوا عليك تخسروا وكسبت. انا ابن بتهد. شفت يا زمان ومواقف ملهاش عد، بس الصدمات بتقوي ومش بتهد. انا عندي ثقة بالنفس ومناعة ضد اليأس. انا ابن مصر، انا ضد الجسر، انا رافع راسي تملي الفوق.